قد يكون الإنسان يعمل الأعمال الظاهرة لكن بشاشة الإيمان ووقور الإيمان في قلبه غير متمكن، فيكون إلى الآن لم يدخل الإيمان في قلبه. والإنسان حسب الظاهر يحكم له بأعماله الظاهرة. ومن هنا عاش المنافقون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنهم من المسلمين وهم في الدرك الأسفل من النار، هم في يوم القيامة في الدرك الأسفل من النار، وفي التصنيف حسب الظاهر يدخلون مع المسلمين لكن لا يدخلون مع المؤمنين. ولهذا جاء في بداية سورة المنافقون: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في إيش؟ كاذبون في أنهم يقولون نشهد، فهم لم يشهدوا، هم قالوا أشهد أن محمداً عبد الله ورسوله لكنهم يكذبون، لم يشهدوا، لأنه لم يقع في قلوبهم أنه نبي، وإنما يقولون هذا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. فمسمى الإيمان بهذا التفصيل غير مسمى الإسلام. فالإنسان الذي يعمل الأعمال الظاهرية وليس في قلبه شيء إن سمي مسلما فلا يسمى مؤمنا، لكن نحن لا نستطيع أن نعرف هذا لأن هذا أمر سري يعلمه الله وهو الذي يطلع عليه. وأما عموم الناس فيحكمون للإنسان حسب الظاهر، إذا أنه تلفظ بالشهادتين وصلى وزكى وصام وجاهد هذا مسلم ما في كلام، لكن هل هو مؤمن؟ لا ما ندري، الله أعلم.